السلام عليكم مرة ثانية. بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم مادة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية، محاضرة جهاز الإكس راي جروب أي. راح نبدأ بالبرزنتيشن. حاليا البرزنتيشن واضح؟ نعم دكتور، واضح. اليوم محاضرتنا عن جهاز يعتبر من أعظم أهم اختراعات البشرية وأعظم أهم اختراعات الهندسة بصورة عامة، جهاز الإكس راي. جهاز الإكس راي هو جهاز اخترعوه بالصدفة. جهاز اخترع بالصدفة من قبل العالم رونتجن الألماني. هذا الجهاز اعطانا أفضلية بكشف الأمراض والكسور وإلى آخره بشكل فظيع، بدون ما نحتاج أنه نفتح جسم الإنسان ونشوف شكو بداخله. تتخيلون بيا سنة تم اكتشاف الجهاز، أو تم اكتشاف الأشعة، أشعة إكس راي وعملها؟ يعني أول ما اكتشفوها اكتشفوا عملها. أستاذ أتوقع بال1900 دكتور، قريب 1995 بال95؟ لا بعيدة، بال1895. أي أتذكر سنة 1895 العالم رونتجن كان دي يتعامل ويا فد شيء اسمه كاثود راي تيوب. الكاثود راي تيوب هو تلفزيون بيتكم القديم، اللي ابو هذا اللي يصير بظهر كبير لي خلف الشاشة. هذا الكاثود راي تيوب هو عبارة عن زجاجة مجوفة بداخلها قطبين، قطب كاثود سالب وقطب انود موجب. نسلط عليها فولتية، في كل فولتية معينة تنشئ لنا ظاهرة معينة وتنشئ لنا أشعة معينة. كان العالم دا يسلط فولتية عالية، سلط فولتية جدا عالية، وكان حاط قدامه تلفزيون لاخ، وحاط عليه كرتونات والى اخره. لقى انه التلفزيون الثاني دا يتأين، او عفوا دا يضوي التلفزيون بدون كهرباء، بدون ما اكو مصدر طاقة له. الشاشة مالته دا تضوي، ومع العلم اكو حاجز بين الجهاز اللي دا يسوي التجربة عليه وبين التلفزيون او بين الشاشة الثانية، يعني مو تلفزيون بالمعنى الحقيقي، شاشة. فاكتشف انه هو انتج فد شيء دا يعبر المواد، خلى كرتون، خلى هدوم، خلى اي شيء ده تعبر هاي الأشعة اللي دا ينتجها بهذا الجهاز، ده تعبر وده تخترق، ده تروح على الشاشة، ده تخليها تضوي. ويعني بالحقيقة الناس تقول انه اثناء ما دا يشتغل خلى ايده قدام الأشعة حتى يوقفها، اكتشف انه الظل مال ايده صار على الشاشة الثانية، ومن عندها عرف انه نقدر نستعملها بفحص العظام الداخلية. حتى نعرف شلون الاكس راي نقدر نشوف من خلالها العظام، الاكس راي هي طيف من اطياف الموجات الكهرومغناطيسية. الطيف الكهرومغناطيسي اغلبكم يعرفوه، الكترو ماجنتيك، سوري بالعربي، هذا الطيف الكهرومغناطيسي. شوية الصورة يعادلها وضوح أكبر. هذا الطيف، هذا يبدي من الصفر هرتز إلى الملا نهاية، لأن ما نعرف إيش قد، ويبدي أيضا من موجة كبيرة جدا إلى الموجة الصغيرة. طول الموجة صغير، لأن كل ما يزداد التردد يقل طول الموجة.
فبالطيف يعني الكهرباء المغناطيسي جزء صغير من عنده هو الجزء المرئي اللي احنا نشوفه. يعني الضوء هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية عادية، حالها حال الموجات اللي تحملكم الأكل بالمايكرويف، وحالها حال الموجات اللي تشغل لكم التليفون وتخابرون من خلاله، والموجات اللي تشغل لكم الإنترنت. فالضوء هذا هو موجات كهرومغناطيسية مرئية للعين، ما فوقها وما تحتها مثل ما نشوف هنا أي شيء ما دون الحمراء وأي شيء ما فوق البنفسجية غالبا ما نقدر نشوفه. فما من ننزل على هذا الخط، هذا هو الحد الفاصل ما بين الأشعة المؤذية والأشعة غير المؤذية. احنا عيننا تتحسس لحد ما قرب الأشعة المؤذية اللي هي الألترا فايلوت. ما فوق الفيزيبل، ما فوق المرئي، هي أشعة مؤينة. أشعة مؤينة، من يعرف شنو الآيون؟ خلينا نسألكم طالب، شنو الآيون؟ الآيون غير ذرة، يتكون من ذرة. أي عباس، أي شنو ذرة؟ شنو مجموعة ذرات كوننا أيون، ذرتين أيون واحد يعني شوف، هو الأيون بصورة عامة هي ذرة اكتسبت أو فقدت إلكترون. نعم حسين دكتور، هي اكتسبت أو فقدت إلكترون الأيون؟ أي اكتسبت صارت أيون سالب، فقدت صارت أيون موجب positive أيون. اللي دي يصير انه ما فوق، يعني ما فوق الضوء المرئي من الأشعة الفوق البنفسجية وإلى آخره، هاي الأشعة عندها طاقة عالية لدرجة انه هي تؤين الوسط اللي تمر به. فالألترا فايلوت من يصطدم بجسمك، ليش يقول لك الألترا فايلوت تسوي سرطان؟ لأن من يصطدم بجسمك يؤين الذرات اللي موجودة بخلايا جسمك. من أين الذرات؟ الذرة حتصير بوزيتيف أو نيجاتيف. هذا الشيء راح يغير بتركيبة الدي إن إي اللي موجودة بالخلايا هذه. من يغير تركيبة الدي إن إي، من الممكن أن يسوي طفرة بداخل الدي إن إي تؤدي إلى تكوين خلية سرطانية، يسموها الخلايا السرطانية المحفزة بالإشعاع. فلهذا اليو في يسبب سرطان الجلد، ولهذا الإكس راي يسبب سرطان، ولهذا الجاما راي يتسبب سرطان والى اخره. بدنا نحكي احنا ما فوق الضوء المرئي. فهاي وحده من خصائصها انه هي اشعه مؤينه للوسط. خلينا نرجع شلون نسوي احنا صوره الاكس راي اللي معروفه عندنا. مثل ما تعرفون اغلبكم لاعبين بالظل والضوء، يعني أكيد الكهرباء تطفى ومثلا تلزم لايت بيدك وتشوف الظل مالتك. الظل هذا مال إيدك اللي دي يصير من خلال الضوء، الضوء قلنا هو موجة كهرومغناطيسية. هاي الموجة الكهرومغناطيسية غير قادر على اختراق جلدك، يعني ده نحكي احنا على الضوء. الضوء غير قادر على اختراق جلدك، فلهذا الضوء دي يصطدم، ده يقف، ما ده يعبر، ده يسوي لنا ظل. الضوء ده ينتشر في كل مكان، هاي الإيد، الضوء ده ينتشر في كل مكان، فيضوي ما داير مداير الإيد، وتبقى الإيد ظل لهذا الموجة، ما تخليها تعبر، فتصير لنا منطقة على الحائط أو على أي مكان عبارة عن ضوء وظل. هاي الضوء العادي. طيب لو استخدمنا الاكس راي، الاكس راي لا يقدر يخترق جلدك، يقدر يخترق عضلاتك، يقدر يخترق دهونك. فهو كأنما نتخيل ضوء قوي قادر على اختراق الانسجة الطرية يسموها السوفت تيشو، لكن يتوقف او تقدر تصد الانسجة الثقيلة الدنس ماتيريال اللي هي شنو اكثر شيء كثافه عندنا بجسم الانسان؟
ازداد دكتور الأكل. العظام. العظام، العظام هي أكثر كثافة في جسم الإنسان لأن بيها الكالسيوم. الكالسيوم مادة دنس يعني كثافتها عالية. هاي المواد اللي كثافتها عالية معناتها ذراتها مترصة أكثر. الذرات اللي مترصة أكثر من يحاول يجي شعاع الأكس راي عليها، فوتون الأكس راي، من يحاول يجي على الذرات غالبا راح يصطدم بذرة من الذرات، غالبا راح يصطدم بذرة من الذرات، تتبدد جزء من طاقته، ممكن ينكسر، ممكن يتشتت، ممكن تتبدد طاقته ويتحول إلى فوتون بطاقة أقل، ويتحول طبعا إلى حرارة وغيرها وينتج فوتون بطاقة أقل. فالعظام ده تعمل كمصد للإكس راي، فلهذا يبين لنا ظل العظام، يبين عندنا ظل العظام. فالمنطقة اللي هي البيضة هي الصراحة ظل الإكس راي، هي العظام اللي ما تخلينا الإكس راي يمر. يعني هاي كانت فد شرح مبسط شلون ده تصير الصورة. بعدها خلينا نشوف مثلا هذا هنا أنا صورة مرة ثانية. اوكي هاي الاكس راي، صورة مرة ثانية عن السبيكترام او الطيف. هنا أنا الفيزيبل لايت المرئي، الالترا فايولت لايت. طبعا الالترا فايولت يدخل بيه جزء من المرئي، في بعض الاحيان اكو ناس تقدر تشوف ضوء اليوفي اللي هو بنفسجي فاتح. بعدها يجي السوفت اكس راي، الهارد اكس راي، الجاما راي. طبعا كل طاقة او كل تردد او كل طول موجي من اطوال الاكس راي لها استخدام معين، اللي تستخدم بفحص الاجهزة بالمطارات، اللي تستخدم بالسي تي سكان، اللي بالماموغرافي لفحص سرطان الثدي، باكتشاف تكوين الكريستالات والى اخره. سموها بالاكس راي لانه هي مجهوله الهويه سابقا، هي اشعه اكس، اشعه مجهوله. هاي الصوره هي اول البرزنتيشن موجود الكل ده تشوف. واضح هذا. نعم. هاي الصوره هي اول صوره اكس راي لزوجه العالم رونتجن، يعني جرب بزوجته. طبعا هو شايفين ليديز فيرست، هو قالها ليديز فيرست وخلى ايد زوجته وجرب بيها. هاي هنا عندها محبس وهذه صورة ظلال عظامها. طبعا حصل جائزة نوبل عليها لأنه اختراع عظيم جدا. ما بعدها مكونات هذا الجهاز اللي دي يسوي لنا هاي الأمور العظيمة، هو يراد لنا فد شيء ينتج اكس راي مثل الضوء. حتى احنا ننتج صورة ظل وضوء نحتاج بطارية، نحتاج مثلا دائرة كهربائية، نحتاج مثلا محول اذا كنا بدنا نستعمل الطاقة الكهربائية مباشرة من الـ اوتلت، يعني مال الكهرباء 220 فولت. خلينا نقول سحبنا 220 فولت نوديه على محوله، نحوله الى دي سي، من اي سي الى دي سي، نخفض فولتيته او نصعد فولتيته ونوديه على الضوء اللي راح ينتج لنا ضوء، وراح ننشر هذا الضوء على الشيء اللي نريد نسوي له صوره ظل وضوء ونشوفه بعيننا. هاي الطريقة الاعتيادية. بنفس الفكرة احنا راح نشرح جهاز الاكس راي. جهاز الاكس راي وحدة من اهم اجزائه هو الاكس راي تيوب. ان شاء الله انتم راح تشتغلون بالشركات او راح تشتغلون بالمستشفيات وتشوفون اجهزة الاكس راي. اجهزة الاكس راي متنوعة معقدة، هي طبعا من الاجهزة التشخيصية التصويرية. اكو من عندها البسيط جدا ويستعمل بالطب الاسنان، جهاز جدا صغير بسيط طاقته قليله يستعمل على قدر سن واحد. واكو من عندها المعقد وكبير جدا اللي هو المفراس، المفراس الحلزوني يسموه الاغلبيه، والسي تي سكان
هو اكس راي بس معقد جدا، يقدر يسوي لنا صورة ثلاثية الأبعاد، أو الأكس راي التشخيص العادي اللي هو التشيست أكس راي وغيرها، همينة راح تتعرفون عليه، راح تتعرفون على مخاطره، راح تتعرفون إن شاء الله على مكوناته، كيفية صيانته وإلى آخره. دكتور سؤال، أي نعم. ليش غرفة السي تي سكان يعني مغطاة بالرصاص دائما؟ ها راح نجي هنا على الترصيص او الشيلدنج، الري شيلدنج او الى اخره. حتى ونبدا نحكي دا نقول انه طينا خاصيتين، خاصيه معينه انه هو يأين الوسط. يعني مثلا شرحت لكم انه اذا مر الاشعاع على ذره معينه ممكن يخليها تتأين تصير نيجاتيف او بوزيتيف، وهذا الشيء راح يغير لنا الدي ان اي. من يتغير الدي ان اي بالخلايا الحيه راح يسبب لنا خلايا سرطانيه. فاحنا اول شيء نريد نحمي نفسنا من هاي الاشعه الضاره اللي ممكن تسبب لنا سرطان. بالنسبه للمريض حتقولوا شلون يسوي سرطان وشلون نستخدمه على المريض؟ الفائده للمريض تفوق الخطوره من انه يتكون عنده سرطان. يعني بالضبط شلون اللقاح اللي يقولون انه ممكن يسبب جلطات، يقول لك الفائده انه احنا انقذنا 10,000 روح مقابل ممكن شخص واحد يصير عنده جلطه، الفائده اعظم من الضرر. من ناحيه الاكس راي الفائده للمريض جدا عاليه، لكن الضرر للمشغل جدا عالي ايضا. المشغل ما يحتاج الاكس راي، المشغل ما يريد ياخذ صوره، المريض هو اللي محتاج صوره. فاحنا لازم نحمي المشغل الاوبريتر. فحتى نحمي المشغل لازم نحجز هاي الاشعه، ما نخليها تطلع على المشغل حتى لا الجرعه تزداد عنده، لان المشغل موجود من الصبح لليل مع كل صوره، بينما المريض بياخذ صوره واحده ويطلع. فالمشغل ممكن يتعرض ل 100 جرعه باليوم، بينما المريض راح يتعرض لجرعه واحده ممكن خلال 6 اشهر. فهاي حتى نحمي المريض. الفقرة الثانية من عندها، ليش الرصاص؟ ليش مو غير مادة؟ الرصاص هو مادة دنس، كثيفة، كثافتها عالية، وبنفس الوقت رخيصة. يعني حققنا غايتين، يعني انه احنا سوينا حماية وبسعر رخيص. تدرون الهندسة دائما تبحث عن الأفضل، الأرخص، الأأمن. فبدل يعني حتى نسوي مقارنة، نحتاج احنا سنتيمات محددة من الرصاص لتقوم بعمل 3 متر من الخرسانة. احنا نقدر نسوي شيلدنج بأي شيء. يعني من السائل حسين؟ نعم دكتور. اي حسين، احنا نقدر نسوي شيلدنج او حماية بأي مادة نريدها، مو شرط الرصاص. يعني الرصاص هو مو مثلا فتشي الزامي، لا، نقدر نسوي شيلدنج باي ماده، بس كل ماده لازم لها ثكنس مختلف. فحتى لانه مثلا الخرسانه كثافتها اقل، نحتاج 3 متر من عدها. تخيل 3 متر لازم تكون الصبه داير مدار غرفه الاشعه حتى نسوي وقايه تقدمها لنا شرائح رقيقه من الرصاص. طبعا اكو غير مواد تستخدم بالشيلدنج، بس الرصاص ارخصها، اسهلها بالتصنيع، افضل كثافه مقارنه بالسعر، نقدر نحقق بها شيلدنج، وقايه. واضحه دكتور؟ مو حتى هم تمرر اشعه؟ بالتاكيد صباه، هي الشيلدنج هي الوقايه، انه احنا ما نريد نمرر الاشعه اللي بداخل الغرفه الى خارجها. ما نريد الاشعاع يطلع من الغرفه الى المشغل او الى الناس المرضى القاعدين بصاله الانتظار. هسه حسين سؤال. نعم دكتور. اي حسين، ليش نرصص الغرفه الاشعه؟ حتى نحمي الاوبريتر. نحمي الاوبريتر، زين ليش رصاص؟ لان رخيص ويعني وسمكه، هو رخيص مو سمكه، كثافته حسين، كثافته كثافته عاليه، فنحتاج من عنده سمك قليل.
أشعة الإكس راي أشعة قوية تقدر تخترق الجدران وغيرها والألمنيوم وهذه. أكو أشعة ثانية لا ما تقدر تخترق حتى الورق، مثلا أشعة ألفا ما تقدر تخترق، إذا تحط ورقة كافي عليك تحميك من الأشعة. بيتا إذا تحط ألمنيومة خفيفة تحميك من من عدها. من نبدأ نصعد جاما وإلى آخره، هاي لا تحتاج وقاية عالية، والإكس راي تحتاج وقاية أكثر. راح نرجع على ملزمة هنا، أنا دا يشرح شوية عن الملزمة هاي، مو كلش حبيتها يعني. هنا أنا تعريف الاكس راي، الاكس راي هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي الالكترومغناطيك سبيكتروم، شورت ويف لينث، عند طول موجي قصير، تردداته عالية، طاقته عالية. هاي هنا أنا عابرين كل الحكي وكاتبين انه مو كل الاكس راي يوصل الى الفيلم والى اخره، مو شرط هاي الجملة نفهمها. مقاومة الإكس راي للاختراق تسمى بالكثافة الراديوية. بالجسم الإنسان أعلى كثافة راديوية، يعني أعلى كثافة عندنا، أعلى مادة عندنا بجسمنا تقاوم الأشعاع هي العظم. مو تقاومه بمعنى أنه ما تتأثر به، بالعكس تقاومه معناتها أنه تمتص أغلب الأشعاع وما تمرره. فالعظام هي الأكثر كثافة والهواء هو الأقل كثافة، لهذا تشوفون بالأشعة دائما صورة الفراغات التجويفية الهوائية بداخل جسم الإنسان لونها أسود، معناتها كل الأشعة مرت. خصائصها أنه هي قادرة على اختراق المواد بدرجات متفاوتة ما عدا الرصاص. الصراحة هذا خطأ، هذا خطأ، مو ما عدا الرصاص. تونا احنا دا نحكي دا نقول انه هي نقدر نوفر الحماية بأي مادة، نقدر نوفرها حتى بالقماش، نحط قماش داير مداير الغرفة ونوفر الحماية انه نمنع الاشعاع، بس نحتاج قدر كلش كبير من هاي المادة. نقدر نوفر حماية بالخشب بس نحتاج قدر كلش كبير من الخشب لان كثافته قليلة، وكثافته حتى اقل من الماء بحيث يطفو على سطح الماء. بس احنا عنده درجات اختراق محددة، لهذا نستعمل مواد عالية الكثافة مثل الرصاص حتى نوقف اختراق المواد. Universal Spectrum Wave، هاي ما لها معنى هاي الجملة. التأثير الأيوني، نعم انه هو من خصائصه انه هو يأثر أيونيا على الذرات، حتى لو يمر بالهواء الهواء راح يتأين. التأثير الفيزيولوجي انه هي تخترق الأنسجة الحية وتقتل الخلايا الدم الحمر، هاي الكلمة ما لها معنى هاي الجملة، لأن هي تقتل أغلب الخلايا اللي يقدر يمر من خلالها اللي تتفاعل وياها. يعني احنا مو كل فوتون اكس راي راح يمر بجسمنا راح يتفاعل ويا جسم الإنسان، لكن أي خلية راح تصطدم بها الإكس راي راح تموت. لهذا يستعملوه حتى بالطب الإشعاعي بقتل الخلايا السرطانية، يعني هو يسبب سرطان بس احنا نستعمل خاصيته بقتل الخلايا، نقتل بيه الخلايا السرطانية. فوتوغرافيك افكت، انه هو يأثر على الفوتو سنسيتيف فيلم، الفيلم اللي هو نصور، يعني ورقة الأشعة اللي تحصلها هي عبارة عن فيلم مثل الفيلم اللي بالكاميرات القديمة. من كان عنده كاميرا قديمة ما قبل الديجيتال؟ دكتور هذا الشريط الأسود مو؟ اي متعامل وياه، تعرف مادته، يعني ممكن هذا كان حامض أو هيك شيء. هو ب مادة فضة وخلائط أخرى تتأثر بالضوء، من تقع عليها فوتونات الضوء تتأثر
بشدة الضوء المار إلها. ضوء أبيض تتغير بفلان طريقة، ضوء أسود عفوا ضوء أحمر تتغير بفلان طريقة، أخضر إلى آخره. هاي الخلايا من يعني عفوا هذا الفيلم الحساس من يتغير ويتأثر بالضوء ناخذه، إذا تتذكر نوديه حمضوه. أنت لازم تقول هو حامض. صح الدكتور، يعني كانت يمكن غرفة سوداء من اي السبعينات. غرفة مظلمة، نوديه حمضوه بغرفة مظلمة. ليش غرفة مظلمة؟ لأن هو يتأثر بالضوء، فإحنا ما نريد يصير الضوء كله عليه. فيلم الأشعة نفس الفكرة، يتأثر بالضوء، هو فيلم يتأثر بالضوء. فالأشعة من تمر نفس فكرة التصوير القديم، إنه راح تأثر على هذا الفيلم. ناخذ الفيلم نحمضه، هاي سابقا، ندخله بأحواض مال التحميض، تحميض وتثبيت وغسل وتجفيف، وتطلع لنا صورة الأشعة. بالأجهزة الحديثة تقريبا اختفت هاي الفقرة، لأن العملية كانت جدا طويلة، يعني عملية تأخذ تقريبا نص ساعة أو أكثر لكل صورة، إذا يدويا مانيولي، وإذا لا والله ديجيتال. فأيضا الأجهزة جدا معقدة، اللي كانت أجهزة التحميض الأوتوماتيكي، أجهزة تحتاج عناية يومية، صيانة يومية، مشاكلها هواي، أعطالها هواي، تتعامل ويا حوامض معقدة بدرجة، يعني مو معقدة تصميميا، معقدة بالتشغيل. فتخلوا عنها مقابل السنسرات الإلكترونية. حاليا مثل الكاميرا الإلكترونية، شلون انتقلنا من الكاميرا العادية اللي كان كنا نستعمل بها فيلم ونروح نحمضه؟ لا، حاليا عندنا سنسر يستقبل الأشعة ويحول لنا إياها إلى صفر واحد، وعندنا حاسبة تطلع لنا الصورة اللي وصلتنا. يعني دكتور انا اتذكر قبل سنتين ما اخذ مفراس انه كل أي. دقائق ثواني طان الصورة مالتي. ثواني، وهذا المفراس اللي هو بس أكثر من دكتور 100 صورة اكس راي، أو آلاف الصور من الاكس راي عفوا. فحاليا أغلبها ديجيتال، ما أعتقد راح تشوفون قدامكم اكس راي انالوج، ما أعتقد. يعني إذا اكو حد يشتغل حاليا ويعرف انه اكو اكس راي انالوج من القديم، حتى الاكس راي الانالوج القديم حدثوه، قاموا يجيبوا له بدل ما الفيلم القديم اللي يحتاج تحميض، قاموا يجيبوا له كاسيت ما يحتاج تحميض، كاسيت من اجهزه السي ار، يخلون الكاسيت جوا المريض، ياخذون الصوره، يشيلون الكاسيت يحطوه بسكانر، حرفيا سكانر يعني، بس هي خاصه مال الاشعه، يخلون الكاسيت بالسكانر، السكانر تاخذ الكاسيت وتنزل الصوره على الحاسبه. هاي اذا كان مو ديجيتال اكس راي. اما اذا كان ديجيتال اكس راي، فالسنسر نفسه مربوط بالاكس راي ومربوط بكمبيوتر، اول ما تاخذ الصوره تنزل على السنسر توصل للحاسبه، ما تحتاج سي ار. سي ار وليس سي ارم، لان السي ارم هو همين جهاز من اجهزه الاكس راي، بس على شكل حرف سي، وارم يعني ذراع، فهو على شكل حرف سي، يكون بهالشكل هذا التيوب هنا والسنسر هنا، يدخل المريض ياخذ له صورة. نرجع على هاي المنظمة. تأثير الفلورسنت اللي هو الإشعاع، يعني انه يعطي ضوء، طبعا هو يأثر بالكريستالات. هذا التأثير الصراحة هو سبب انه مثل الضوء من يمر على فسفور، شايفين هاي الساعات الفسفورية أو اللعابة فسفورية أو أي شيء عندكم بالبيت فسفوري، من تسلط عليه ضوء وتطفي الفسفور يظل يعطي ضوء بعد فترة، ضوء أخضر. هذا التأثير الفلورسنس يسموه. فتقريبا أغلب الموجات الكهرومغناطيسية عندها هذا التأثير. الطول الموجي المفيد هو من 10 نانو إلى 10 بيكو، من 10 نانو إلى 10 بيكو.
للتشخيص نستعمله كصورة ثابتة اللي هو الاكس راي راديوغرافي، نستعمله لفحص العظام والاعضاء الداخلية، حتى في بعض الاحيان اللي عنده التهاب بالصدر ياخذوا الاكس راي. في الصور المستمرة نقدر ناخذ فيديو يعني بالاكس راي، مو صورة عادية، اللي هو الفلوروسكوبي، اللي هو اكس راي مستمر، اكس راي مستمر مع حساس يقرأ دائما ويعرض لنا الصورة فلوروسكوبي. نفحص به الأعضاء الداخلية ووظائفها. أنجيوغرافي نفحص به الجهاز دوران الدم. الأكس راي الفيديوي نقدر، إحنا قلنا تونا ما نقدر نفحص الأعضاء الرقيقة السوفت تيشو أو الأعضاء الطرية، لهذا شو يسووا له؟ يخلون مادة ملونة، يحقنون مادة ملونة بجسم الإنسان. هاي المادة الملونة كثافتها عالية، الكثافة العالية راح تمتص أشعة الأكس راي، وبالتالي راح نقدر نشوف جريان الدم. هاي المادة راح تجري بالدم، فنقدر نشوف الأوردة والشرايين، نقدر نشوف جريان الدم وين دا يروح وين دا يجي، وين دا يتوقف، وين أكو جلطة، وين أكو ضيق بالشريان. وهذا اللي يستعملوه بالقسطرة، بالقسطرة يخلون مادة ملونة وإكس راي وياها، ويقدرون يشوفون جريان الدم. التوموغرافي اللي هو التصوير المقطعي، اللي هو عبارة عن تصوير 3D. وأكو عندنا العلاجي وليس التشخيصي، يعني إحنا الإكس راي نستعمله تشخيصي ونقدر نستعمله علاجي، توني قلت لكم نستعمله لقتل الخلايا السرطانية، نستعمله لقتل الخلايا السرطانية. مبدأ العمل مالته، مبدأ العمل ومكوناته، هاي أراد لها شرح مو من الملزمة. خلينا نجي نسولف. واحدة من أهم الشغلات بالإكس راي، أو هو مصدر الإكس راي، مثل ما هسه خلينا نقول من عندك مصباح يدوي، شنو أهم شيء بالمصباح؟ الضوء، اللي هو يعني البلب اللي تعطينا الضوء. فواحدة من أهم مكونات الإكس راي هو البلب، اللي التيوب اللي يعطينا الإكس راي. تيوب الإكس راي نشوف أنا. والله هاي المحاضرة جدا مهمة وجدا معقدة، إذا ما راح تفهمها من عندي راح تواجه صعوبة كلش كبيرة حتى بالملزمة. هذا طبعا شكل الإكس راي تيوب، شكله الحقيقي مثل المصباح العادي، وبيه طرفين وزجاجي حتى يعبر لنا الإشعاع بدون ما يأثر عليه. هذا مقطع تصويري إله، خلينا نسولف عليه. أولا مصنوع من الزجاج، مصنوع من الزجاج حتى لا نأثر على الإشعاع، حتى يعبر الإشعاع أكمله، ما نحتاج إحنا نمتص جزء من الإشعاع هنا، نحتاج لا ان نمرر الاشعاع كله. ثانيا متكون من طرفين، طرف موجب وطرف سالب. الطرف الموجب والطرف السالب من نسلط عليهن فرق جهد عالي، فولتية عالية، راح نقدر نمرر الالكترونات من طرف السالب الى الطرف الموجب بسرعة عالية، وهاي الالكترونات من تمر راح تصطدم بالطرف الموجب. من تصطدم بالطرف الموجب من الممكن ان هذه الالكترونات تصطدم بالذرات وتخلي الذرة تنتقل الطاقة، تتحول الى طاقة فوتون، والفوتون يطلع لنا على شكل اكس راي. لهنا أنا بس خلينا نفهم هذا المبدأ واضح. دكتور عيدة بلا زحمة. عيدة جيد، نرجع على الملزمة شوي.
عندنا هنا طرف هذا يسموه الانود، هذا الطرف موجب. تعرفون الموجب والسالب يعني ما نحتاج نحكي بهن، وهذا الطرف سالب عادي مربوطات يعني على خلينا نقول على بطارية، يعني خلينا نقول هيك مربوطات على بطارية. الطرف السالب شنو شحنة الإلكترون؟ سالب. سالب، ايه يعني احنا نقول طرف سالب معناته نعم. عليه الكترونات هواي. الطرف الموجب يعني شحنته موجبة. هنا عندنا البطارية فرق جهد كلش عالي مثلا 100 كيلو فولت، اللي حيصير حتى بالفولتيات العالية تقدر الشحنات، تقدر الإلكترونات تنتقل من طرف إلى آخر بدون التماس، بدون التماس تقدر الإلكترونات تنتقل من طرف إلى آخر بدون ما أكو كونتاكت بيناتهم. بالحالة العادية إحنا حتى نمرر الدائرة الكهربائية، إيش نحتاج؟ نحتاج الدائرة الكهربائية تكمل، مو؟ بس احنا هنا ما هالقد الفولتية عالية، الدائرة الكهربائية تكمل حتى من خلال الهواء او بالحقيقة من خلال الفراغ. اللي دا يصير عندنا هنا انه احنا ايش نسوي؟ نحطهم بأنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء، هاي مفرغة من الهواء فاكيوم. ليش مفرغة من الهواء؟ حتى لا الهواء، ذرات الهواء تعيق مرور الالكترونات وتخلي الالكترونات تصطدم بها. من حنسلط فرق جهد راح تبدي الالكترونات تنتقل من هذا الطرف لهذا الطرف. راح يجي الكترون ينشمر بسرعة عالية، سرعة جدا عالية وبطاقة جدا عالية، اكتسب هو طاقة عالية لأنه مسلطين عليه احنا فرق جهد عالي، اكتسب طاقة عالية انطلق باتجاه الانود. لو كانت عندنا هنا ذرات من الهواء اللي هو نيتروجين واكسجين وهيدروجين وغيرها، كان اصطدم الالكترون بيها، تأينت ذرة الهواء اطلقت فوتون ممكن مرئي، خلينا نقول فوتون لونه اصفر. احنا هذا ما نريده، احنا نريد فوتونات اكس راي، فوتونات طاقتها اعلى من هالشيء. فاحنا شو نسوي؟ نزيل الهواء وكل المواد المؤثره الثانيه، راح نخلي الالكترون ينطلق بحريته من هاي الجهه الى الانود، يصطدم بالانود. الانود هنا شنو؟ مصنوع من ماده ايضا عاليه الكثافه، عاليه جدا، واحده من اعظم المواد اللي بالبشريه اللي هو ماده التنجستن. هاي المادة كثيفة جدا، ذراتها متراصة، تتحمل حرارة عالية جدا. هاي الذرات راح يجي الالكترون او الطاقة العالية راح يصطدم بوحدة من ذني، طبعا مو شرط يصطدم، ممكن يعبر، طبعا ما يعبر هو بطرق ملتوية بس ممكن يعبر، ما يصطدم بأي وحدة، بس بما انه احنا عندنا الكثافة عالية فغالبا وحدة من عندها راح تصطدم. الذرة هذه، هاي الذرة بروتونات وإلكترونات تدور دائر مدائرها، الذرة هذه من يصطدم بها إلكترون بطاقة عالية راح يحفز الإلكترونات الباقية إلى مستوى أعلى، تصعد الإلكترونات إلى مستوى أعلى. من تصعد الإلكترونات لمستوى أعلى تحتاج تفرغ طاقتها حتى ترجع للمستوى اللي هي كانت فيه، احنا دائما نسعى لأقل جهد، راح تحتاج هاي الإلكترونات تفرغ طاقتها على شكل فوتون. من يطلع من عندها فوتون ترجع هاي الإلكترونات لمستواها الطبيعي.
هذا الفوتون طاقته جدا عالية. فمثلا عندنا الإلكترون تحفز من المستوى الأول إلى المستوى الرابع، معناتها طاقة التحفيز عنده جدا عالية. من راح ينزل يرجع للمستوى الأول، راح يطلق فوتون بطاقة جدا عالية. هذا الفوتون هو فوتون الإكس راي. تذكروها الهاية بالكيمياء؟ أحد يذكرها؟ دكتور قصدك مستويات الإلكترون أو غير؟ مستويات الإلكترونات، وشون الإلكترونات من تصطدم بذرات تحفزها وتخليها تطلق فوتون. لا لأنه ما أتذكر يعني. طيب ما احنا اصلا يعني هي نفس الطريقة اللي نولد بها ضوء. بالحالة العادية اللي هو الضوء القديم المقاومة، كنا نمرر تيار يسخن التنجستن، طبعا هم نستعمل تنجستن بالأضوية. التنجستن من يسخن إلى درجة عالية يبدي يحرر، ده نعطيه طاقة احنا، بعدها يبدي يحرر هاي الطاقة على شكل حرارة وضوء، فوتونات مرئية وعلى شكل حرارة. بالال اي دي وغيرها لا، احنا بدنا نستعمل هاي الطريقة، انه احنا بدنا نحفز الذرات، ومن ينزل من نقل يهبط التحفيز تطلق هاي الذرات فوتونات مرئية. احنا هنا لا، بدنا نتعامل وياها حتى تطلق لنا فوتونات اكس راي. فهي هاي كانت الطريقة، انه احنا نقصف هذا الذرات بالكترونات عالية الطاقة. هاي الالكترونات عالية الطاقة راح تخلي الذرة الكتروناتها تتحفز من مستوى قليل الى مستوى عالي، لانه اكتسبت طاقة. هسه هي هذا الالكترون هنا أنا طاقته خلينا نقول 5 كيلو فولت، جته 100 100 كيلو فولت. هذا الالكترون محفز ب 100 كيلو فولت، راح يكتسبها، راح تصعد طاقته الى الكترون 105 كيلو فولت. هذا طبعا شيء رفلي، يعني انا مو عالم ذرات وهاي حتى اقدر اشرح لكم اياها بالملي، بس هذا الشيء هو الرفلي مال شرح تهيج الالكترونات او تحفيز الالكترونات. من راح يصعد هذا الالكترون الى مستوى طاقة عالي، يحتاج بعض طاقة حتى يحافظ على مستوى، يعني يحتاج استمرار تدفقه من الطاقة حتى يبقى بهذا المسار العالي او البعيد. بما انه هاي الطاقة ما موجودة، احنا ما نظل نقصفه بالالكترونات، ممكن مرة بما انه هاي الطاقة المستمرة ما موجودة، راح يصعد الالكترون، راح يلقى بعد ماكو طاقة اضافية، راح يحرر هاي الطاقة ويرجع الى مستواه الاصلي اللي هو 5 كيلو. من راح ينزل من هذا المستوى التحفيز الى المستوى الادنى، راح يبعث فوتون طاقته 100 كيلو فولت بقدر الفرق 100 كيلو فولت فوتون. هذا الفوتون اللي ب 100 كيلو فولت هو فوتون اكس راي. من اللي وقف عند الموضوع؟ زين دكتور، احنا مو نسلط فولتية عالية، ليش ما تنهار الدائرة؟ لا، احنا بدنا نسلط فولتية عالية بتيار جدا قليل، والدائرة مكونة من مواد يعني عالية التحمل، والتنجستن يتحمل حرارة جدا عالية، والأنود كذلك. فقصدك تنهار انه تذوب يعني؟ ايه يعني صار تماس او شيء تعطب بين قوسين؟ تعطب؟ لا ما تعطب، لا احنا صانعينها من مواد جدا عالية التحمل والتيار جدا قليل. بس الحقيقة انه احنا دا نعبر الكهرباء، دا نعبر الالكترونات من خلال الفراغ
بسبب هاي الطاقة العالية، فإحنا بدنا نكمل الدائرة. الدائرة كانت مفتوحة بالحالة العادية، بس كل ما نسلط فرق جهد كل ما نقدر نمرر الكهرباء من طرف إلى آخر. تذكرون بجهاز الكتروسيرجيكال يونت من ذكرنا انه كنا نولد ذبذبة من خلال قطبين مفصولات، قطبين مفصولات من نسلط عليهم فرق جهد عالي، حاط بزيت لغرض التبريد. محمد الباقر، شكرا. شكرا محمد، شكرا لك. هسه راح نوصلها ان شاء الله. القطبين ذني من نسلط عليهم فرق جهد كلش عالي، يقدر يمر التيار من الطرف الأول إلى الطرف الثاني من خلال الهواء، من خلال الهواء. نفس الطريقة هذه احنا إذا نمرر التيار من طرف إلى آخر من خلال الفراغ، بس هذا التمرير مو بالطريقة العادية من خلال سلك. بهاي الطريقة احنا إذا نخلي الإلكترونات تهاجر من الطرف الأول إلى الطرف الثاني وتصطدم بها، هذا الاصطدام يولد لنا حرارة طبعا، ويولد لنا فوتونات. بعد نرجع نكمل على اليوتيوب. طيب نرجع، هذا التيوب قلنا عندنا بطرف كاثود وطرف انود، دائما الانود لا تنسوا البوزيتيف والكاثود هو النيجاتيف. طيب اولا ايش راح يصير عندنا؟ احنا قلنا هذا مفرغ من الهواء، بالاكس راي هنا يخلون الفيلمنت ماده اسمها فيلمنت هو فتيل، يعني شلون فيلمنت الضوء القديم هذا الفتيل من ماده التنجستن، فيلمنت هي فتيل، يخلون هنا فتيل هنا صاير بهالشكل هذا مربوط بدائره خاصه اسمها دائره الفيلمنت. دائره الفيلمنت هذه تسخن لنا الفيلمنت، تحميه، تخليه حار. من يصير حار طبعا يشتغل كأنما ضوء، يعني اذا تباوع على الفيلمنت بعينك ضوء، ضوء اصفر. من تسخن هذا الفيلمنت تهيجت ذراته، تهيجت ذراته وتهيجت الكتروناته، نسخنه لنقطة عالية راح تصير عندنا غيمة من الالكترونات الحرة، الكترونات حرة متهيجة بحدها لأنه اكتسبت طاقة عالية، اكتسبت حرارة عالية. شو راح نسوي؟ راح نفصلها عن المادة مالتها ونوجهها بهالاتجاه هذا عن طريق فرق الجهد. فإحنا أول شيء هنا نسلط اللون الأحمر، هنا نسلط تيار وهنا نسلط فرق جهد فولتية. هاي الفولتية العالية راح تخلينا الالكترونات تهرب من هاي الجهة باتجاه الطرف الموجب، بدنا نجذبها لان احنا الالكترون سالب، نوفر له طرف موجب ينجذب اله، بس ده ينجذب بسرعة جدا عالية وبطاقة جدا عالية. احنا التنجستن او عفوا الانود من راح يصطدم، تصطدم الالكترونات بيه راح يطلع لنا فوتونات. هسه هاي النقطة الأولى، ولدنا اكس راي، احنا لحد هنا ولدنا اكس راي، فرغناه حطيناه بأنبوب زجاجي، سلطنا عليه سخنا الفيلمنت، وفرنا الكترونات، وفرنا فرق جهد، فرق الجهد خلى الالكترونات تنجذب الى البوزيتيف وتصطدم بيه، من اصطدمت بيه اصطدمت بذراته، هيجت الكترونات، خلت الالكترونات من ترجع تستقر تطلع لنا فوتونات.
هل كل هذه الفوتونات اكس راي؟ لا، اكو فوتونات من عندها ممكن يوفي، يعني اكو فوتونات ممكن مرئية. طبعا بعض الاحيان يقولون اكو مرئية، واكو ناس يعني تقول لا مو مرئية، لانه ما حد شايف اشعاع الاكس راي بعينه لانه يقتل خلايا العين. اكو فوتونات يوفي، اكو فوتونات اكس راي ضعيفة، ويك ضعيفة ما نريدها، واكو فوتونات اكس راي اللي احنا نحتاجها. فهذا الاشعاع او عفوا هاي العملية راح تنتج لنا نواتج ثانية ما نريدها. اللي عندنا هنا ايضا اللي تنتج لنا فد شيء مهم هو الحرارة، حرارة عالية جدا على التنجستن. طبعا مثل ما قال محمد الباقر، يحاط التيوب بزيت للتبريد، يحاط بزيت للتبريد طبعا عدا فتحة خروج الإشعاع. زين، هل الأشعة كلها متجهة بنفس الاتجاه؟ لا، الأشعة تنتشر أو الفوتونات تنتشر في كل الاتجاهات. احنا اللي نريده المريض هذا الحباب مالتنا هنا، انا متمدد هذا اقدر ما أخص... يعني اقصى ما اقدر ارسم لكم اياه. هذا المريض احنا نريد الاشعاع يتوجه فقط على الجزء، مثلا على ايده فقط. شو راح نسوي؟ راح نوفر شيلد، رصاص يحمي التيوب، رصاص يحمي التيوب ما عدا هذه الفتحة الصغيرة اللي نريد من عندها تتوجه الأشعة على إيد المريض. هذا الرصاص راح يحمينا من الأشعة الجانبية اللي طلعت يمين ويسار، وإحنا ما نحتاجها ما نريدها. هذا إشعاع زايد، حتى لو كان إكس راي ما نريده، إحنا نريده يتوجه للأسفل فقط. الأشعة اللي متجهة للأسفل وبهذا الاتجاه راح نسمح لها تمر، بس هل راح نسمح يمر كل شيء؟ فيزيبل وتنجستن، عفوا فيزيبل ويوفي واشعه ضعيفه والى اخره. لا، راح نستعمل هنا فلتر المنيوم. فلتر المنيوم، فلتر الالمنيوم هو لوح من الالمنيوم، لوح عادي ما يمرر لنا الضوء العادي، ولا يمرر لنا اليوفي، ولا يمرر لنا الاشعه الضعيفه. راح يسمح لنا فقط لأشعة الإكس راي اللي طاقتها عالية وإحنا رايديها تمر. مرت الأشعة، سقطت على جسم المريض، كونت لنا صورة، أو عفوا كونت لنا ظل وضوء. أكو هنا الكاسيت أو عفوا الفيلم جوا إيد المريض، راح تنطبع عليها صورة إيد المريض. هاي ايده، 1 2 3 4، كافي 4 اصابع عنده. هاي صورة ايد المريض انطبعت على الفيلم. اذا كان هذا السنسر ديجيتال فراح يروح على حاسبة، حاسبة وتطلع لنا صورة ايد المريض بالحاسبة. اذا كان هذا الفيلم انالوج راح يروح على احواض التحميض بالغرفة المظلمة، يدخلوه بحوض الديفلوبر، بعدها يدخلوه بحوض الفيكسينج، بعدها يغسلوه، بعدها يجففوه ويعطوك صورة. هاي صورة الأشعة المعروفة اللي لونها أسود. تمام لهنا. واضح. أكو سؤال، إذا كان هذا، راح افتر هسه اسال الطلاب، اذا كان هذا الكاسيت ديجيتال، هسه احنا قلنا اكو كاسيت ديجيتال واكو كاسيت انالوج. الانالوج يروح تحميض معروفه ويطلع لنا الصوره. طبعا الكاسيت الانالوج بداخله فيلم، يعني هو مو كاسيت مصمت، لا تفتحه تلقى بداخله فيلم، يحطون الفيلم بالبدايه طبقوه يحطوه جوا ايد المريض، تجي الصورة على الفيلم، يروحون يفتحوا بالغرفة المظلمة ياخذون الفيلم يحمضوه، انتهينا من عندها. الديجيتال
شلون بدك تحصل صورة من عنده؟ الكاسيت الديجيتال كل شيء ما بيه بسنسرات تنشد على الحاسبة تطلع لنا صورة بالحاسبة. سماد شو رأيك؟ الكاسيت الديجيتال شلون بدنا نحصل صورة من عنده؟ يعني لحد الآن حتى لو الإكس راي ديجيتال إحنا بدنا نحصل صورة ناخذها ويانا للبيت. دكتور النت كان ضعيف شوي يقطع، بس عيد السؤال. عيد السؤال، الكاسيت اكو بي ديجيتال واكو بي انالوج، الانالوج القديم اللي هو الكاسيت اللي هو يصير جوا ايد المريض حتى ياخذ صورة ايد المريض. الكاسيت القديم ينفتح بداخله فيلم، نخلي فيلم جديد نطبقه نحطه جوا ايد المريض ناخذ صورة نوديها الكاسيت للغرفة المظلمة نفتحها نطلع الفيلم نخليه بآلة التحميض او نحمضه يدويا وهو هذا الفيلم نفسه نعطيه للمريض. طيب الكاسيت الديجيتال هو كاسيت بسنسرات يربط بالحاسبة، شلون بدنا نحصل صورة نعطيها للمريض ياخذها وياه للبيت؟ دكتور هو يعني نفس مبدأ الكاميرا، انه اكو تحسسات للضوء، المحسسات اوكي تحسن الضوء ويسوون الصورة اللي اوكي هاي اتوقع. هاي الصورة شلون بدي اخذها وياي للبيت؟ هي ديجيتال. دكتور عادي مثل اي صورة، غير لو اكو غير شيء، يعني شلون؟ دكتور يعني مثل احسن. نقلب بالفلاش والهاي. طيب دكتور يعني بحساسات تعكس اللون الابيض. اوكي لا بس حسين قصدي انه شلون بدنا ناخذ صورة بي دي الزمها مو ديجيتال مو انالوج، عفوا مو ديجيتال، صورة عادية. دكتور عادي يسحبه، لان احنا القديمه شنو الفائده معناته؟ هو يحطها على الضوء ويشوف الاشعه، اي احنا بالديجيتال قبل هو يطلع لك اياها جاهزه. طيب بس ايضا تقدر تحصل صورة من عندهم تقوم اريد الصورة مالتي، يعني حتى لو تاخذ باكس راي ديجيتال قوم اريد الصورة مالتي يعطوك اياها. هو الجهاز بشريط تصوير خاص، جهاز يعني تقصد بتصوير انالوج؟ نعم، بشريط يسحب صورة إلكترونية وصورة يعطيك اياها على شكل أشعة، يعني اللي نقصدها احنا. اوكي عباس فكرة لطيفة. زيد حسام، زيد حسام، زيد مو يعني خلينا نطلع. نعم دكتور، وياك. زيد عبالي نطلعك من المحاضرة. زيد جاوب على السؤال اللي سألته للطلاب. دكتور والله شوية مريض، يعني بإنفلونزا. سلامتك سلامتك زيد. أي والله دكتور، فيعني مو كل شوية دايخ. سلامتك رحم الله والديك. والديك. آلاء صغير طارش، آلاء آلاء صغير طارش، آلاء بابا تقدرين تجاوبين عادي. آلاء جاوبينا على السؤال. لا بابا الوقت دا يروح ويعني ما اعرف شنو دا يصير وياك. ابراهيم زهير، نعم دكتور، ابراهيم جاوبنا على السؤال. ما أعرف دكتور والله، ليش ابراهيم؟ مو عندي معلومة. لا فكرة، ما اريد معلومة، انا ما اريد هسه. عباس ترى اعطانا فكرة، يعني مو شرط اعطانا معلومة. دكتور على السؤال اللي وراه جاوبك. ابراهيم قول شد اتريق وعاي في المحاضرة، ايش بيك؟ اي والله استاذ، حتى الشاي احترق. يلا ابراهيم دعبل. احمد عبد الله، احمد عبد الله، نعم دكتور. احمد شلونك؟ الحمد لله بخير دكتور. احمد مشاركاتك كانت حلوه بالمحاضرات الاولى، ايش بيك هالايام؟ دكتور قل النشاط. احمد اخاف دا تحب. لا دكتور الله يبعدنا. ايش فيك الله يبعدك؟ ايش قايل لك قابل؟ لا دكتور مو ها
ايه احمد تقدر تجاوب على السؤال؟ وياك وياك دكتور بلازح معيد السؤال اذا ممكن. بلازح احمد ويلي الله احمد السؤال يعني قد نص المحاضره. احمد الكاسيتات مال الاكس راي اكو انالوج واكو ديجيتال. الانالوج نحمض الفيلم ونطي الفيلم للمريض يشوفه. الديجيتال ما بي تحميض، الديجيتال هي سنسر يودي الصوره للحاسبه. شلون المريض يحصل صوره ما يعني يدويه يلزمها بايده ياخذها للبيت، شلون ده تصير هاي الطريقه؟ بالطباعة. شلون احمد؟ احمد دكتور. ايه حسين عباس جواد دكتور فوكسل يعني اللي يعتمد على النفاذية مال الأشعة السينية. اوكي صحيح. بس احمد عبد الله اعطانا فكرة حلوة. احمد تقدر تعيدها؟ اي محمد الباقر. محمد الباقر انت عندك يعني طابعه وتستنسخ. شكرا احمد. محمد باقر انت عندك اجوبه عن الاكس راي لطيفه، يعني اعتقد انت متعامل ويا الاكس راي. رفعت ايدك، سولف لنا محمد. استاذ بالديجيتال راح تصير هي تنحفظ الصوره على شكل صوره رقميه اصلا. أوكي. فاحنا نقدر بكل سهوله نطبعها باي طابعه، يعني طابعات خاصه. شكرا، هاي الحكايه الحلوه انه احنا نقدر نطبعها بس مو باي طابعه، نقدر نطبعها بطابعات خاصه مال اكس راي، ندخل بيها فيلم الاكس راي. طابعه ندخل بيها فيلم الاكس راي، هذا اللون ازرق ما ادري اسود زين ازرق فاتح او هيك شيء لونه، ندخلها بالطابعه. الطابعة تاخذ الصورة من الحاسبة، تعرض ضوء على الفيلم، تنطب عنا الصورة على الفيلم وياخذ الفيلم ويا للبيت. حسين مهدي عودة. محمد الباقر انت مشتغل بالأجهزة الطبية لو صناعة لو شو؟ نعم دكتور صناعة. نعم محمد باقر استاذ صناعة انا ف صناعة. يعني شكرا شكرا. حسين انت هم صناعة؟ نعم دكتور هم صناعة. اها جيد، دا اقول انا ما يعني تعرفونك معلومات شوية عن الاكس راي. شكرا لكم طلاب. نرجع الصورة ما بعد الحاسبة ندخلها على طابعات، طبعا حجمها كلش كبير، تاخذ الفيلم ندخل لها فيلم تطلع لنا صوره، صوره مطبوعه. طبعا الديجيتال اكس راي محاسنة يعني لا تعد ولا تحصى مقارنه بالانالوج اكس راي، منها السرعه، منها الجرعه اقل، منها الوضوح اعلى، منها انه الحاسبه حسنت لنا من الصور امكانيه خزنها تداولها تناولها الى اخره. هذا كان الاكس راي تيوب وشلون احنا دن ابسط اشكاله، شلون احنا دنسوي دنولد اشعه اكس. طيب اذا خلينا نشوف الاكس راي تيوب الاصلي نفسه راح نشوفه كالتالي. خلينا ناخذ القلم. اولا هذا الانود، هذا الانود اللي هو بوزيتيف، هذا الكاثود هذا اللي هو النيجاتيف. الانود يفتر عبارة عن قرص صاير بهالشكل، هذا يفتر بسرعة جدا عالية. ليش يفتر؟ على مود يبدد الحرارة. احنا قلنا هاي العملية راح تنتج لنا حرارة جدا عالية، فالالكترونات راح نخليها تصطدم بجزء معين من الانود فقط هنا. ففي كل لحظة من يفتر الأنود الإلكترونات دا تصطدم بجزء مختلف تخلي لنا الجزء الثاني شوية يبرد حتى لا يذوب، تخلي الجزء الثاني يبرد بينما هذا راح يسخن يصطدم بي يولد اكس راي يفتر تصطدم بالجزء الثاني هذا يبرد وإلى آخره. أما ليش هذا الشكل مالته اللي هو منحني
بزوايا معينة، منحني بزاوية حتى من يولد لنا أشعة غالبا تكون بهالاتجاه، غالبا وليس دائما. فهذا أولا الأنود دوار يفتر، يعني الأنود هذا الروتيتنج أنود، هذا التارجت يعني المكان اللي راح ينقصف. هنا أنا هاي زجاجة مفرغة من الهواء، هنا عندنا الفيلمنت، تذكرون قلت لكم هذا الفيلمنت اللي نسخنه، هذا فيلمنت نسخنه حتى يوفر لنا الكترونات. الكاثود هذا، الكاثود هذا طرف الكاثود، هذا طرف الكاثود. ثواني طلاب، اكو عندنا طفله انهارت من البشي. طرف الكاثود هذا اللي راح يكون النس الجزء السالب، هذا الجزء السالب راح وهذا الجزء الموجب، وهنا وفره من الالكترونات، هنا اكو الكترونات صارت هوايه، راح نسلط فرق جهد، راح تصطدم الالكترونات بهذا الطرف تولد لنا اكس راي والى اخره. اكو هنا عندنا درع شيلد من الرصاص بفتحه صغيره، هاي الفتحه هنا اكو فلتر المنيوم يمنع خروج اي اشعاع عدا الاكس راي، هذا الاكس راي تيوب. خلينا نشوف صورته، هاي صورته، هذا الروتيتنج انود هياته، هاي الزجاجه المفرغه من الهواء، هذا الفيلمنت هنا. نعم، ليش الزجاجه المفرغه من الهواء؟ ها من اللي يسال؟ عباس مطشر. عباس عباس، الالكترونات هاي اللي سرعتها عاليه تأين الوسط اللي تمر به وتأين اي ذره تصطدم بها، فلو عندنا هواء ما بين الانود وما بين الكاثود، الالكترونات من راح تصطدم بالهواء، ذره الهواء اللي هي نيتروجين مثلا او اكسجين او هيدروجين راح تتحفز، وراح الالكترون هذا طبعا يفقد طاقته لانه اعطى طاقته للذرة النيتروجين، ذرة النيتروجين راح تتحفز راح تعطينا إشعاع ما نريده إحنا، راح تعطينا يعني مثلاً إشعاع يوفي، مثلاً إشعاع جو الأكس راي بشوية، أو دكتور تعطينا فوتونات أقل يعني. ها بالضبط حسين، راح تعطينا فوتونات أقل من الفوتونات اللي إحنا نريدها. واضح يعني فوتونات طاقتها أقل من اللي إحنا نريدها، راح يكون عندنا فد إشعاع غير مرغوب به. بالاضافه لان احنا راح نبطئ من عمليه، يعني مو نبطئ السرعه، لا راح نقلل من عدد الالكترونات اللي تصطدم بالانود، راح نقلل من عددها، فراح ننتج اكس راي اقل، راح ينتج لنا اكس راي اقل. عدا هذا انه الهواء من راح يتأين راح ينتج لنا غازات ثانيه، مثلا الاكسجين ينتج لنا اوزون، وهاي الأوزون إلى مواد ضارة، يعني تأثير ضار على النحاس وعلى الحديد وغيرها، فراح تنتج لنا شغلات ما منها فائدة، راح يأثر لنا على الإنتاج، راح يأثر لنا على إنتاج الأكس راي، راح يأثر لنا على المواد، فما نحتاجه، ليش بدنا نخلي شيء يعيق الأداء مالتنا، فنفرغها من الهواء. شرحتها أعتقد هنا أوكي، هي صايرة هوسة، بس شرحتها هنا من قلت لكم لو كانت عندنا ذرات هواء هنا تعترض مجال الالكترونات راح تاخذ قدر كبير من الالكترونات المصطدمه وتنتج لنا اشعاعات ما نريدها، اشعاعات اصلا ما راح تعبر الفلتر فما نريدها. هسه هذا اللي هنا هو التيوب، راح ناخذ ريست شويه لانه انتهيت من التعب، ونجي بعدها نكمل شرح الاكس راي. خلينا نشوف يعني نعم شو كنت تخلص المحاضره؟ احنا بالعاده محاضرتنا من 8 ونص لل 11، هسه اخذناها من 9 لل 12، شو رايك؟ عندكم غير شيء؟ هواي استاذ وعلي دكتور، خليها جزء المحاضره هاي. ها؟
هل هي جزئين المحاضرة؟ هي جزئين، راح صراحة نروح ناخذ رئيس ونرجع. لا يعني أربعاء جزء ثاني. الأربعاء عندكم امتحان عملي يا دكتور قبل المحاضرة عندنا؟ بالعمل امتحان عملي وقت العملي. يعني الطلاب متأكدين مو لأن راح يصير عندكم كويز وراح يصير عندكم عملي تدرون أنتوا الكويز نهاية المحاضرة. ترى واحنا قارين يعني قارين الكويز يوم الأربعاء يعني إحنا غير نقرأ عملي غير قرأ يعني. أوكي أستاذ. نعم أستاذ عصام، ما أخذنا بالفصل الأول يعني إحنا كنا شو ما أخذكم عملي بالفصل الأول عباس؟ هو أصلاً الفصل الأول كان العملي بس علي كنت أعطي نظري جروبين. زين أستاذ التناسي يعني الموضوع كله يعني امتحان الفصل الأول راح يعيده لو شلون يعني؟ لا أنتوا أصلاً ما امتحنتوا فصل أول عملي يعني وراح ياخذنا بس عملي؟ راح يمتحنكم فصل اول عملي اللي هو درسكم اياه. شو قد عليه؟ 5 درجات على السايل. انا لو ما اخذكم الفصل الاول عملي كان انا امتحنتكم، بس ما اخذكم انا فصل اول عملي. الله كريم. تمام؟ تمام. يعني تمام. على الاربعاء ايش عندكم انتوا اليوم؟ خلنا ناخذكم اليوم ونخلص من عندها. لا دكتور عندنا شغل والله. خل والله. طلاب الباقين موافقين لو نايمين؟ لا يوافقون. محمد باقر الممثل. دكتور محمد باقر من غير شنو زينة؟ محمد باقر من البي. اي تأجيل من غير ما نعرف الموضوع احنا نوافق. نعم موافقين. باسم عدنان ده تحسسني بقاعة الخلد قاعدين. اوكي براحتكم براحتكم، بس حرامات كان خلصنا من عندها للمنزعه. يا الله ماكو مشكله. محمد باقر اوكي ماكو مشكله. نشوفكم ان شاء الله بالمحاضرة الجاية. طلاب يعني رجاء محاضرة الاكس راي محاضرة جدا مهمة، الاسئلة بيها جدا صعبة. الشرح هذا راح تجي من عنده اسئلة، لا تقول لي الملزمة ولا تقول لي ما ادري شنو. اني اجيب اسئلة غالبا من الشرح، هاي خلوها ببالكم. يعني اكثر من مرة نبهتكم عليها، اني اقعد اراجع المحاضرات اشوف شنو اللي انا شارحه ومفصله اجيب من عنده سؤال. اخو بطيتكم نقطه يعني مهمه من تجي الاسئله. هو يعني راد له تركيز، ما اقول لك لا، واغلبكم ما مركزين. فيا ريت انه تعيدون تشوفون المحاضره بعد ما راح ننزلها فيديو. اي سؤال او استفسار ثاني قبل ان ننهي تسجيل المحاضره؟ دكتور نعم صبا الكويز راح يبقى على الأربعاء إن شاء الله. تمام تمام أستاذ. سؤال أو استفسار ثاني؟ شحن الفصل الثاني كم ملزمة؟ يعني نحاول ونقلل من عندها. نعتقد هنا كم ملزمة أخذنا لحد الآن؟ إحنا 12 ملزمة ويا هذه. راح أحاول مثلاً مايكروسكوب ما أخليها، يعني المايكروسكوب يجوز محاضرة رقم 13 أخليها على الفاينل، لأن المايكروسكوب أيضاً ملزمة كلش مزعجة ويعني عدد أوراقها هواية. فراح نأخذ كل شلون عباس؟ استاذ يعني راح يصير الامتحان يعني صعب علينا ملازم هواي؟ لا مو صعب ان شاء الله. دكتور كون تساعدونا بيه لان الفاينل حضور وما ندبرها. الفاينل حضوري؟ حضوري ودكتور تعرف بعد يعني. يعني شو تعرف بعد؟ ما راح تقدر تغش بالتليجرام؟ ادري شو اعرف بعد عباس؟ الحضوري وين اغش بيه الحضوري؟ اعرف يعني بس هو غير تقرا على مود تقدر تجاوب يا عباس.
افتهم يعني افتهم سواء عن حضوري السؤال. او الكتروني، حضوري وانجليزي. تمام طبعا محمد طبعا انجليزي. دكتور، يعني قصد الفصل الثاني يكون جيبوا ناس نصها حتى نحصلنا درجة. على مود نرفع الساعة شوية. والله يا بل الأسئلة ترى مو صعبة، الأسئلة مو صعبة. صعب نعم واقعيا التصحيح صعب. واقعيا التصحيح الإلكتروني يعني ماكو، هي أنا صعب ما يفرق لا لا يعني. دقيقة عباس، الأسئلة راح تكون ام سي كيو الفصل الثاني. اي دكتور احسن والله. يعني الأسئلة كلها راح تكون ام سي كيو الفصل الثاني، بالنسبة لي راح أجيب الأسئلة كلها ام سي كيو، ما أريد أجيب لكم سؤال شرحي وباجتهادات شخصية. لا الأسئلة راح تكون ام سي كيو، والدرجة يمكن حتحصلها ورا الامتحان بنص ساعة، يعني إنه الأسئلة كلها تتصحح بنفس الوقت إلكترونيا. فما أقدر عباس، ما أقدر نتلاعب إلا إذا نطي كيرف، يعني من تنزل درجاتكم نطي كيرف لكل الطلاب. فشي اسمه جريدنج اون كيرف، التصحيح على على الكيرف. أما أنا في اليوم أشرح لكم إياه حتى تعرفون إيش دا يصير من نقول لكم أكو كيرف. أكو سؤال أو استفسار ثاني قبل أن أنهي التسجيل؟ راح أنهي تسجيل المحاضرة.